بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي متابعي القناة، في هذا الفيديو سنقوم بتكلم عن مسابقة للالتحاق بالمدرسة الوطنية للمانجمنت. كما تعلمون تم الإعلان على هذه المسابقة وتم فتح الموقع، وذلك من خلال للتسجيل الإلكتروني لهذا الموقع للاطلاع على نص المسابقة. نقوم بالدخول إلى الموقع الذي ترونه أمامكم enmsa.santé.gouv.dz. تقوم بالضغط على قرار رقم 40 المؤرخ في 25 سبتمبر 2024، وهو القرار الخاص بفتح هذه المسابقة للالتحاق بالتكوين. يعني اللي ما فهمش المسابقة واش معناتها، يعني احنا هذا المدرسة الوطنية للمانجمنت فتحت حوالي 20 منصب للالتحاق بالتكوين عندها، وبعد عملية التكوين الانتهاء من التكوين يتم التوظيف مباشرة. يعني تقدر تقول هذا بوست بيجي تاك ما نقوله، يعني هذا منصب مالي، يعني فيه الخدمة كما نقوله احنا مضمونة، منصب تاعك مضمون مباشرة بعد الانتهاء من عملية التكوين بدون إطالة. بعد اللي حاب يشوف النص يدخل هذا الموقع ويضغط على هذا الملف هنا ويحمله. لما تحمل الملف راح يطلع لك هاوليك هنا نص قرار رقم 40 مؤرخ في 25 سبتمبر 2024، يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص للمتصرفين الرئيسيين لمصالح الصحة، رتبة متصرف رئيسي. هنا عندك هنا ما عندك هذه المواد. يعني احنا واش يهمنا في هذا القرار، يعني يهمنا شروط الترشح ويهمنا الملف الخاص بهذا الترشح. اولا عندنا هنايا بالنسبة للشروط، هنا عندنا نوعين المترشحين. عندنا مترشحين خارجيين، يعني اللي ما راهش خدام ولا اللي خدام في منصب مثلا كما نقولوا احنا البلدية مثلا، او في خدام في حاجة خارج قطاع الصحة. وعندنا هنا بالنسبة لشروط بالنسبة للمترشحين الموظفين في نفس القطاع، يعني في نفس القطاع نتاع المانجمنت والصحة. بالنسبة للمترشح الشروط عندك هنا أن يكون حائز على شهادة الليسونس في التعليم العالي في العلوم الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو التسيير أو في الحقوق أو شهادة معترف بمعادلتها. يعني هنا الشرط الأول هو تكون عندك الليسونس في التخصصات التالية، وهي العلوم الاقتصادية والتجارية والمالية والتسيير والحقوق. والشرط الثاني أن يكونوا بالغين من العمر 30 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة. يعني وش معناتها، ما لازمش السن تاعك تفوت 30 سنة. بالنسبة للمترشحين الموظفين، قلنا هذه الموظفين خاصة بالناس اللي راهي خدامة في نفس المجال المانجمنت والصحة. يعني هنا يكون عندك موظف مرسمين وذوي حقوق خبرة مدتها 3 سنوات، يعني لازم تكون عندك 3 سنين خدمة. هذه بالنسبة نقولوا اللي راهم خدامين، هذه هنا اللي ما مش خدامين اللي راهم تقدر تقول لهم بطال حاليا بطال، او اللي راه خدام في البلدية او قطاع خارج المدرسة الوطنية للمانجمنت. عندي هنا يكون حائز على شهادة الليسونس، يعني نفس الشرط، وأن يكون بالغ من العمر 34 سنة، يعني عند على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة. يعني ما لازمش يكون العمر تاعه أكثر من 34 سنة. هنا يجب على المترشحين المسابقة على أساس الاختبارات إثبات وضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية، وأن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريا. يعني هنا هذه الخدمة الوطنية بالنسبة للذكور، يعني لازم تكون عندك سورسي أو يعني سورسي أو أداء أو إعفاء. هنا عندك يحدد أجل التسجيلات في المسابقة على أساس الاختبارات ب 15 يوما ابتداء من تاريخ صدور أول إشهار في الصحافة المكتوبة. هنا عندك طريقة التسجيل، يتضمن الوثائق التالية. هذو الوثائق اللي يعني تجهزهم باش تسجل، يعني اللي يسجل وحده صح، واللي ما يسجلش وحده يروح للسيبر ولا الخدمات الإدارية يدي مع هذا الملف وهم يسجلوا له، يعني سكاني وهم يسجلوا له. يعني في الفيديو القادم راح نعطيكم بالتفصيل كيف تسجلوا من عن طريق هذا الرابط. يعني هذو هم المعلومات تملئهم، نعطيكم بالتفصيل كيفاش تسجلوا ان شاء الله. عندك هنا كما قلنا الملف
والوثائق المطلوبة، عندك طلب خطي للمشاركة في المسابقة، عندك هذا هنا يعني دومون تكتبه بيدك وتسكانه، عندك نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، هذه هنا عندك لاكات بيومتري لأنه لازم نحتاجه بطاقة بيومتري، هاي اللي كنا بطاقة التعريف بيومترية، عندك هنا لازم تكون مسكانية على جهتين يعني الوجه والظهر، عندك هنا نسخة من شهادة البكالوريا هذه راها باينة، عندك هنا نسخة من الشهادة والمؤهل المطلوب هذه تاع شهادة لا ليسونس يعني لا ليسونس تاعك أو الشهادة الجامعية، عندك استمارة المعلومات المشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات يتم تحميلها من موقع المديرية العامة للوظيفة العمومية، هذه كيفاش منين تجيبها؟ هذه تروح لجوجل كتب استمارة المشاركة في المسابقة على أساس اختبارات وراح تدخل أول موقع وتحملها، يعني في الفيديو المقبل راح نعطيكم كيفاش تحملوها هذه الفيديو المقبل، عندك هنا شهادة عمل تثبت الأقدمية المهنية بالنسبة للمترشحين الموظفين، هذه خاصة بالناس اللي راه خدامة يعني شحال راه خدام شهادة عمل، هنا يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة هذه لما تنجح وتكون من بين 90 منصب اللي اختاروها ان شاء الله بعدها تكمل هذا تكمل هذا الملف. ملاحظه اخرى عندك هنا حاجه ما راهمش حاطينها لهنا، لازم لك الخرشه صوره شمسيه يعني لازم لك تدي معك صوره شمسيه لما تروح تسجل عند سيبر او الخدمات الاداريه، لانه هنا ما راهمش كاتبينها بصح هنايا هيا لك هيا هنا طالبينها هيا لما تحمل هذا الملف فهي تحميل صوره شخصيه هذه هنا تحتاجها هنا ما راهمش كاتبينها يعني تديها معك ان شاء الله لما تروح تسجل. بالنسبه عندك هنا عفوا عندك هنا مضمون تاع الاختبارات عفوا الاختبارات الكتابيه للقبول، عندك هنا اختبار في الثقافه العامه لمده ساعتان والاختبار في التخصص في احد الميادين التاليه، يعني تختار وحده من هذا الخروج تجاوب عليها، عندك هنا القانون الاداري الاقتصاد الماليه العامه والمانجمنت العمومي، هذه فرصه بالنسبه للناس اللي راه يتحضر نفسها لمسابقه المقتصدين والنائب المقتصدين يشاركوا، يعني هذه نفس التخصص هذا. عندك هنا اختبار في اللغه الاجنبيه الاغلب راح تكون فرنسيه او اجنبيه، انا على ما اظن تكون فرنسيه، يعني لما تنجح في هذا الاختبار الكتابي ولا بد ان يكون عندك معدل المواد هنايا في الاختبار تاعك تكون النقطه تاعك اكثر من 10، بعد ذلك يمكنك الاجتياز الشفوي، يعني لما جبت هنايا المعدل تاعك 10 ما راحش يستدعوك الاختبار الشفوي. بعد ذلك عندك هنا بامكان المترشح غير المقبولين المشاركه في المسابقه على اساس اختبار تقديم الطعن، يعني نعطيكم باختصار كيفاش راح تسجلوا، يعني تجهزوا هذا الملف كما راكم تشوفوا فيه هنا وراح نحط لكم فيديو بالتفصيل، يعني راح نزيد فيديو غدوة ان شاء الله بالتفصيل كيفاش تسجل خطوة بخطوة ان شاء الله، يعني تجهز هذا الملف تروح للسيبر ولا تسجل وحدك وتسكانيه، يعني تسكاني كل ملف كل وثيقة وحدها، بعد ذلك لما تسجلوا هنايا راح تتم دراسة الملفات وراح بعدها ترجع لنفس الموقع كما راكم تشوفوا هنا، يرجى الاحتفاظ باسم الموقع وكلمة السر من أجل تحميل وطبع وصل التسجيل والاستدعاء، يعني تحفظ هذه كلمة السر وبعدها ترجع لنفس الموقع وتخرج الاستدعاء نتاعك ان شاء الله اللي راح تلقى فيه المركز الامتحان وتاريخ الامتحان والمواد اللي راح تمتحن فيها ان شاء الله، يعني اللي عنده شي سؤال يحطونا في التعليقات راح نقدر اذا اللي يقدر يجاوب ولا راح نجاوب عليكم ان شاء الله كل سؤال لوحده، ودعمونا بالاشتراك في القناه والاعجاب للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.